والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الميثود اللي راح نحكي فيها النهاردة إن شاء الله بإذن الله هي التو سترينج. التو سترينج ميثود يا جماعة بتكونفيرت الرقم لسترينج، تمام؟ ربما تكون الميثود دي فيها كلام كتير بس ما في مشكلة. خلينا نقول إن هي يا جماعة بيقولوا إن في مكتبات MDN بيقولوا ان ليها بارامتر واحد بس اسمه رادكس او رادكس. رادكس ده بيبقى رقم من 2 لـ36 بيحدد البيز نمبر، البيز نيوميريك فاليو. موضوع البيز نمبر ده بيفكرك بايام زمان الانظمه العدديه، نيوميريك سيستمز، البيز سيستمز، يعني الانظمه الرقميه. طيب هو في كلام كتير فيها بس الشاهد احنا هنحاول نمثلها بشكل بسيط. يعني ايه؟ طيب خلونا ناخد مثلا لو ما حطيتش بارامتر خالص هيحول لي العشرة ديت اللي هي تنزل زي ما هي 10 بس اكشولي ديت بيجي سترينج. طيب تمام اوكي. لو انا مثلا حطيت هو في W3 جاب حاجة جميلة بيقول لي في رادكس ديت انت ممكن تكونفيرت بالنوميرال سيستمز. يعني مثلا لو انت كتبت البارامتر 2 فانت عايز تحول الرقم ده للباينري فاليو نظيره اون باينري. لو انت كتبت رقم 8 فانت بتحوله للاوكتال فاليو. لو انت كتبت رقم 16 قيمه البارامتر ها فانت بتحول لهيكسا ديسيمال فاليو. لو جربنا القصه ديت يا جماعه مثلا انا مش كاتب اي حاجه فهي متحوله ل 10 ده نظرها لسترينج بس بالعشري. سترينج ماشي القيمه المكافاه يعني اقصد تمثيلها. لو انا كتبت 2 مثلا هيحولها لي ل 10 10 اللي هي 0 في 2 اس 0 1 في 2 اس 1 0 في 2 اس 2 1 في 2 اس 3 اللي هي منوره على 8 ولا 2 فهيديني قيمه الرقم 10. لو انا كتبت مثلا 8 هيحولها لي ل 12 اللي هي فاكر 2 ال 2 دي تبقى 2 في 8 اس 0 يعني 2 و1 في 8 اس 1 يعني 8 ف2 و8 يديني 10. لو انا كتبت مثلا 16 فانت عارف ان ال 10 في النظام ال 16 بتكون عباره عن قيمه الرقم ايه وانت عارف بقى ايه وبي لغايه ما توصل للرقم اف. فده يعني زي بروفا كده اللي بتعمله تو سترينج يعني انكور كده البرامتر اللي بتشتغل عليه ده اوبشنال ده بي ويتش بيز تو يوز تو ريبريزنت نمبر. انت يعني ايه البيز اللي انت عايز تستخدمه علشان تريبريزنت القيمه الرقميه ها ايه البيز اللي انت عايز تستخدمه علشان تمثل القيمه الرقميه دي وده بيكون انتجر من 2 لغايه 36. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.